بشخصيه النادي الاهلي. ايوه، وانك تستعيد الهويه بتاعت النادي الاهلي. في بعض الاوقات باسباب او بتحصل. بدون بتحصل، انما شخصيه النادي الاهلي انه رايح عايز يحقق فوز بره، عايز يقول انا موجود، وفعلا قدر يعمل ده في ظل الظروف الصعبه اللي انت مريت بيها امبارح اثناء المباراه. انما ما يقلقكش على اللي جاي، وده وعي الجمهور انه مش قلقان من اللي جاي، لانه ممكن تكعبل في ماتش ولا ماتشين عادي جدا في كره القدم، ما تقدرش تعمل السيزون كله بنفس الريتم بتاعك بنفس الاداء. نتمنى ده يحصل، لكن برضو وارد في الكوره ان انت ممكن تقع شويه، يحصل دروب شويه، اجهاد، بدلك حكم، فريق منافس ممكن يبقى احسن منك. صح. في الماتش ده، وده وارد برضو في كره القدم، لازم نتقبل ده. عليك مثلا في البطوله الافريقيه تقريبا بتفرج على كل الماتشات، مازيمبي مثلا من الفرق الكويسه جدا. مازيمبي من الفرق على الاقل الشوط الثاني كمان كان يعني تحس ان هو فرقه ثقيله جدا. أيوه. فارق معاهم الملعب، فارق معاهم هم غيروا النجيل بتاع الملعب، وده كان جزء مهم. عملوا فيرجن جديده للنجيل اللي هو النص ونص، نص طبيعي ونص صناعي، لكن في النهايه هو تحس ان هو شكل الملعب بتاع مازيمبي. هو وبالجمهور بكله. بس عندهم يعني فريق مازيمبي من الفرق الجيده في البطوله الافريقيه السنه دي. هم بيختاروا لعيبه افارقه كويسين. وعندهم الجانب المادي برضه كويس. وده مهم قوي في كره القدم دلوقتي. لان للاسف انديه كتيره معذوره ماديا، وبالتالي وانديه بنتمنى ان احنا نشوفهم بينافسوا زي الاسماعيلي، زي الاتحاد، الانديه اللي عندها جماهير. لكن الجانب المادي هو السبب. لان من غيره مش هتقدر، لا تتعاقد مع مدربين، لا تتعاقد مع لعيبه، لا تطلع تعمل لائحه مكافئات، مش هتقدر تحقق بدون الجانب المادي. لكن مازيمبي دايما الجانب المادي عنده كويس، دايما بيجيب لعيبه افارقه، حتى مش كلهم من البلد، بيجيبوا متميزين. يعني جول كيبر من كوت ديفوار، وهو الجول كيبر بتاع كوت ديفوار بتاع المنتخب. فدايما على مدار السنين اللي فاتت مازيمبي بيجيب لعيبه كويس، مصنف افريقيا طبعا. خلينا نروح